هذا وشكل التخبط القطري في أروقة السياسة وفي منصات الإعلام دليلا آخر على دور قناة الجزيرة في تغطية الأحداث الإقليمية، فقد عكست القناة عبر تغطيتها للأحداث ورموزها حالة من العشوائية والمتناقضات تهدف لتشكيل رأي واحد بهدف واحد ولتوجه واحد. أمريكا بالفعل هي التي تستطيع أن ترعى أي تقارب بين دول الخليج الثلاث من جهة، 1+2 ودولة قطر، والكل يعرف بأن أمريكا ضامن حقيقي، تستطيع ضمان أي اتفاق أو وساطة، وكلنا يعرف حجم الحليف الأمريكي، وأمريكا حليف يعني هو الآن يتحدث لدولة عن قطر، والكل يعلم ذلك. بعد ذلك قال بيرهابس، اليوم يقول تيرورست، بكرة قد يقول قطر تورست. فترامب تفكيره وتفكير رجل أعمال، وليس بالضرورة أن يكون رجل الأعمال هو رجل سياسي ناجح، وطريقة إدارة الأعمال تختلف عن طريقة إدارة الدولة. هذا ولم تستغني القناة عن الكذب والفبركة نهجا لتغطية مختلف الأحداث بما يتماشى مع سياسة النظام الذي تدعي القناة الاستقلالية عنه، فحالة الارتباك والتأتأت التي عايشها مترجم خطاب الرئيس الأمريكي تعكس جليا نفس الحالة لدى القناة تخطيطا وتنفيذا. The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level. And in the wake of that conference, nations came together and spoke to me about confronting Qatar over its behavior. The nation of Qatar. إن دولة قطر has historically been a funder of terrorism. كانت لديها علاقات جيدة بهذا الأمر، وفي هذا القمة جامعة الدول جميعا وتحدثوا لي وقالوا أبات مواجهة الدول لقرار بخصوص مواقفها.